السلام عليكم. السلام عليكم. في هذه الحصه ان شاء الله غنحاول نخدم معكم اول درس بالنسبه للسنه الثانيه بكالوريا. درس ميجو درس ديال الاتصال، لا كونتينويتي الاتصال. اول فقره نبدا معكم بالاتصال هو اتصال داله عدديه ولا داله في نقطه A، نسميوها A، اتصال داله في نقطه تعطي بالفرنسي لا كونتينويتي d'une fonction au point A. Rakzoumaï, au point A. Tchaké. D'abord, sans tous les deux. D'abord, on va faire tchali. Tchali, tchali, tchisson. Sans tout. Nakoul, on dit, على ان انا نكتب لكم بالعربي ونقرا لكم مورا بالفرنسي. نقول على ان اف داله ياك متصله ياك في نقطه ا في النقطه إذا وافقت، إذا كانت ولا غندير نقول على أن الدالة F، نقول على أن F دالة متصلة في نقطة A، هاي إذا وافقت، إذا كانت هاي إذا وافقت سي اي سولمون ستيب فرونسي، إذا وافقت إذا كانت هاي لا ليميت كون اكس تون فير ا دو اف دو اكس ات ايغال اف دو ا. هذا هو التعريف تاع الدالة المتصلة في النقطة. اصلا بغيتي تبين ان الدالة اف متصلة في ا، غتحاول تحسب ليميت وتقارنها مع اف دو ا. دابا غنحاول نوزيكم بعض الامثلة. صنتو مثلا نعطيو الدالة التالية، قلتلك أمثلة تطبيقية، قلتلك دابا بين أن إف دالة متصلة يعني فونكسيون كونتيني في x0 تساوي 1 ولا عند x0 كيساوي 1. مونتري كو f اي كونتيني سور x0 ات ايغال 1 سور لو بوين x0 ات ايغال 1، يعني في النقطة x0 تساوي 1. كي غدير سانتو؟ انا لحد دابا الله غنعطيكم الدالة، عطيتكم الدالة بحكا هاي f دو x تساوي j دو x ناقص 1 على x ناقص 1، لأن بحيث x تخالف 1 اش بقى و f ديال 1 كتساوي 1 على جوج. هذا الحل دابا هو، ركزوا معايا شنو غندير. اول حاجه هنا انا نجاوب لكم شنو غندير، غنحسب الليميت عندما x يؤول ل 1 وخاصني نقارنو مع f دو 1. f دو a هاي هي f دو 1 هاي عطيها لي تاخطي. دابا انا خصني نحسب الليميت ديال الدالة هاذي، غنحسبها غندير لدينا ياك ليميت لما x يؤول لواحد تاع f دو x تساوي ليميت لما x يؤول لواحد يعني f دو x، هاي هي جدر x ناقص واحد على x ناقص واحد. غتعوض السيد جدر واحد هي واحد، ناقص واحد هي زيرو، واحد ناقص واحد هي زيرو، عطاتك زيرو ولا زيرو. زيرو ولا زيرو شحال؟
هي شكل غير محدد، يعني فورم انديتيرمين. تافقي هنا باش تحدد، باش تحيد الشكل غير محدد كاينين جوج طريقات غنوريو ليكم. كاين اللي غتبان لي الطريقه السهله، هذا غيضرب في المرافق وغيهبطو لتحت، هذا غيضربها في المرافق وغيهبطو لتحت. نطبقوها غتولي كتساوي ليميت اكس كتقول واحد، شنو مرافق ا ناقص بي و ا زائد بي، هنا تولي جدر اكس ناقص واحد عامل جدر اكس زائد واحد، هضرب في المرافق غنهبطو لتحت على اكس ناقص واحد عامل جدر اكس زائد واحد. السلام عليكم، تابقي عافاكم، حاول تقيدوا لي القاعدات، هذه اول قاعده تقع صافي غنصحها باش نكمل لكم. نكملو، غنديرو ليميت اكس يقول واحد، هاد شنو هادي متطابقة عامة، ا هاد بي ا ناقص بي عامل ا زائد بي، كلشي عارفو ا ناقص بي عامل ا زائد بي هي ا اوكاري موان بي اوكاري. السلام عليكم، نطبقوها غتولي جدر اكس اوكاري حقاش ا أو هي جدر اكس ناقص واحد اوكاري على اكس ناقص واحد عامل جدر اكس زائد واحد. دابا الاوكاري كيحيد لك الجدر، يعني غتولي تساوي ليميت لما اكس يؤول واحد تاعك اكس ناقص واحد، واحد اوكاري واحد على اكس ناقص واحد عامل جدر اكس زائد واحد، اكس ناقص واحد غتختزل مع اكس ناقص واحد. تافقي، اش غتبقى تساوي؟ نكمل لكم هنا، غتبقى تساوي ليميت بحيث اكس تؤول لواحد، اش غتبقى في راسي حدا هادي؟ واحد، علاش؟ لحقاش هادي كاملة راها مضروبة في واحد، على هادي راه جدر بوحدو، سمحوا لي هادي راه جدر اكس بوحدو، وين هادي راه جدر اكس بوحدو ولا كاين في هاد الجدر على جدر اكس زائد واحد. دابا غتربلاصي اكس باش بواحد، اش غتولي؟ واحد جدر واحد هو واحد زائد واحد هي جوج، اذا اش غتسنتجي؟ ليميت لما اكس يؤول واحد تا اف دو اكس تساوي واحد على جوج. تافقي، الطريقة الأولى هي هادي، غنوريكم دابا الطريقة الثانية. دابا الطريقة الثانية كاين شي واحد غيقول هاد اكس هادي غندخل عليها الجدر الأوكار، غندخل عليها جدر مربع أوكار بحال اللي قلت، غندير جدر مربع اكس أوكار، هي اكس يعني مدرت والو، ولكن قبل ما ندخل على الجدر، قبل ما ندخل على الجدر خاصك تحقق بلي واش هي موجبه ولا سالبه. عندك اكس اش كيقول؟ واحد. عندك بيجي وار واحد اكس كيديرو؟ واش بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ ديرو دول اشاره ديال اكس، اكس اش كتنادى؟ زيرو. هنا كاين اشاره اموال نفس هاي بليس لانفيني موال لانفيني، كي ندير عندك ها واحد في كي بيجي وار واحد اكس كيديرو؟ موجب، يعني شطر دخل لها الجدر، يعني اش غتولي تعطيك؟ ليميت اكس يؤول بليس لاف اكس يؤول تان عفوا واحد تاعر جدر اكس ناقص واحد جدر اكس اوكاري ناقص واحد. تافقي ياك، بصح الصبور باش نحاول نكمل لكم هنا بلاتي. دابا هاد شنو هي متطابقة عام ولا لا؟ هاد واحد ماشي هو واحد اوكار، ماشي هي هادي ياك هي. الوغ شنو غدير؟ غتعطيك ليميت اكس تؤول واحد تاعك، غتبقى فوق جدر اكس ناقص واحد لتحت شحال
جدال اكس كاري ناقص واحد او كاري، ا او كاري ناقص بي او كاري، اذا ا هي جدال اكس و بي هي واحد. هذا او كاري بحال قلتي مكينه، ا هي جدال اكس، بي هي واحد، لقاش ا او كاري هي جدال اكس او كاري، ا هي جدال اكس ماشي اكس، ا هي جدال اكس، لقاش كاين عندك ا او كاري هنا، ها هي جدال اكس او كاري، يعني جدال اكس ناقص واحد عامل جدال اكس زائد واحد. دابا طبقت هاد القاعدة ديال المتطابقة، جدال اكس ناقص واحد غتستلزم جدال اكس زائد واحد، غتبقى ليميت بحيث اكس تؤول لواحد تاعك، شنو هي البلاصة اللي في المضروب؟ واحد، يعني غادي نغسخ هاد المعادي غيبقى واحد واحد، يعني واحد على جدال اكس زائد واحد، يعني واحد جدال واحد هو واحد زائد واحد هو جوج، واحد على جوج. اذا ليميت تاع اف دو اكس عندما اكس او الواحد كنسنجو عاوتاني عطاتنا واحد على جوج، متافقين؟ بصح هاد السبورة شحال نكمل لكم هنا، شنقول ملي خرجنا هادي، شنقولو ملي خرجنا هادي؟ غنقولو اذا ليميت عندما اكس او الواحد تاع اف دو اكس تساوي واحد على جوج، ونأطرها ضروري نأطرها، نالفا نأطرها باش نبينها ليهم، ياك شنو نقول؟ وباعتبار اف دو واحد تساوي واحد على جوج، فإن يعني ولا تقدر تقول ولدينا يعني اي اون اف دو ان ايكال ان سور دو دو الوغ، اذا يعني الوغ اون يعني عندنا لدينا ليميت عندما اكس يؤول واحد تاع اف دو اكس تتساوي اف تاع واحد، وبالتالي اف متصلة في واحد. انت بينت القاعدة اللي كتبت لك هنا، القاعدة اللي ليميت عندما اكس يؤول ا تاع اف دو اكس تساوي اف دو ا، هاي فاهمين ولا لا؟ فاهمين. دابا غندوز لكم تمرين سؤال واحد اخر، صنتو دابا عطيتكم دالة اخرى بصح الصبورة باش نعطيكم دوال اخرين، دابا عطيتكم دالة اخرى نشوف لكم دالة نعطيكم، عطيتكم اف دو اكس قلت لك بين ان ها هو السؤال اف متصلة في النقطة اكس صفر تساوي صفر، يعني ا تساوي صفر، اما كيعطيك ا ولا كيعطيك اكس صفر، بحال بحال، متافقين؟ دابا شنو غندير؟ هاي عطيتك الدالة هادي، اف دو اكس كتساوي جدال اكس زائد واحد ناقص واحد على اكس، بحيث اكس تخالف صفر، مبقاش عندي في المقام، متافقين؟ و اف تاع صفر كتساوي واحد على جوج. شوفوا واش واحد على جوج ولا ناقص واحد على جوج، متافقين؟ سمحوا لي مثلا سولتكم بغيت نسولكم هنا، قلت لكم اول حاجة اول سؤال اقترحته لكم هو واحد يدير اف مثلا، هذا سؤال من عندي درتو لكم من عندي ماشي على لا علاقتو بالدرس، سولتكم قلت لكم حدو دي دو اف، قريتو دي دو اف في السينكيام، قلت لكم حدو مجموعة تيري تاع دي، اش غتقول؟ اكس كتنجمي دي دو اف غتكيف ليه المقام خاص يكون كيخالف الصفر، يعني اكس كيكون كيخالف الصفر، و ما بلا خجل خاص يكون اكبر من او يساوي، يعني اكس زائد واحد اكبر من او يساوي صفر، او اكس تساوي صفر. انا شاريكم علاش زدت اكس تساوي صفر، انا هشرح لكم علاش، فهمتوا لي؟ دابا نتوما شنو هي مجموعة التاليف؟ ها مجموعة التاليف هي مجموعة العناصر يعني الأعداد التي لها صورة بالدالة F، هي مجموعة العناصر التي لها صورة بالدالة F، واش دابا كاينة صورة صفر؟ كاين F دو زيرو صورة صفر، ألوغ تشاش خاص تزيد إكس يساوي صفر، فاهمين؟ يعني علاش خاص كيف الكل؟
x تخالف صفر هو x أكبر من أو يساوي ناقص واحد أو x يساوي صفر. شنو مش بواحد تاني؟ دابا عندك أن صورة صفر، تقي بما أنها كاينة هاد x تخالف صفر غتلغيها، ديك غتبقى غتبقى x كبر من ناقص واحد ولا x يساوي صفر. شنو هي؟ هي x أكبر من أو تساوي ناقص واحد، هادي مجموعة التالي، يعني المجموعة التالي فيها موان زان بليس لانفين. أنا نشرح لكم علاش درنا موان زان بليس لانفين، علاش؟ وعلاش محليتناش الصفر؟ مثلا مثلا نهار الامتحان مكانش عاطيك هاد، مكانش عاطيك f دو زيرو كتساوي ناقص واحد على جوج، يعني مهكيش هادي. مثلا نهار الفرد هو مكانش عاطيك هاد f دو زيرو كتساوي ناقص واحد على جوج، نتا مكنتش غدير ليها هاد الجهة هادي. فهمي كنت هدي لها الجهة، أرو ملي كنت هدي لها الجهة شكون تتولي المجموعة التانية؟ غتولي هي R، غتولي هي شني شني إكس كبر من واحد، غتولي هي موان زان زيرو إينيون زيرو بليس لانفيني. علاه؟ لحقاش بحال لي قلت شني إكس كبر من، قلنا نحيد واحد، هاي مثلا نحيدو شني إكس كبر من أو تساوي ناقص واحد، يعني من ناقص واحد غادي بليس لانفيني، ياك؟ شني اكس كيخالف الصفر؟ معناه انه كاين واحد كاين واحد الخطأ، هاي هو راك اللي كنروح حمرا صفر، يعني خص تحيدو من المجموعة التالية او خرجو من المجموعة التالية. متافقين؟ متافقين؟ هادي راه موان زان، دابا دير اف عندي من موان زان بليس لانفين، خاصك خارج الزيرو، لحقاش خطأ، عندي اكس كيخالف الصفر، خطأ عليا، متافقين؟ كيشكل ليا خطأ لحقاش معندوش صورة بدال اف. ولكن دابا فهاد الحالة عطيك صورة صفر، يعني خاص تزيد هادي أو إكس كيساوي صفر أو إكس كيساوي صفر، تافقي؟ ألوغ دادو إف شنو غتولي هنا؟ غتولي دادو إف هي موان زان بليس لانفين، صفر ما غنخرجوش، يعني غتولي دادو إف، سمحولي غتولي دادو اف هي اكس اكبر من او تساوي موان زان، يعني هي موان زان بليس لانفين، الزيرو منخرجوش. علاش؟ لحقاش كاينة صورتو بالدالة اف، عقلو المجموعة التالية هي مجموعة العناصر، يعني الأعداد التي لها صورة بالدالة اف، مجموعة العناصر يعني الأعداد التي لها صورة بالدالة اف، عقلو ولادي، متافقين؟ غنمسح بالصبور. دابا ندوز لكم الدالة اللي خدمنا قبيل، نحدو مجموعة التالي في تالي مسكينة، عطيتك f دو x كتساويك جدر x ناقص واحد على x ناقص واحد، f تاع واحد كتساوي واحد على جوج، غادي تحدد المجموعة التالي، ساهلة، غدير x نتامي دادو f، اش غتكاتبلك؟ x أكبر من أو تساوي صفر، ما بين داخل جدر x، و x ناقص واحد يخالف الصفر أو x كيساوي x كيساوي واحد، كاينة صورة واحد أو x كيساوي واحد. السلام عليكم، شو كيف x أكبر من أو تساوي صفر و x تخالف واحد أو x تساوي واحد. السلام عليكم، شنو المجموعة التالية دابا في هاد الحالة؟ شنو x أكبر من أو تساوي صفر؟ يعني من الصفر حتى بليس لانفين. دابا أنا شوفو معايا هادي، هي من الصفر حتى بليس لانفين، هاي من الصفر حتى بليس لانفين، و إكس يخالف واحد، يعني واحد خطأ، خطأ خطأ، أو ولا إكس كيساوي واحد، يعني طار داك الخطأ مبقاش، مشى، ألوغ أش غتولي دات إف من زيرو حتى بليس لانفين، يعني غتولي من زيرو مغلوق حتى لبليس لانفين، هذا المفهوم غتولي هادي الجماعة هادي كاملة غتعطيك إكس أكبر من أو تساوي صفر. السلام عليكم، متافقين في هادي ولا لا؟ متافقين؟ دابا غنخدمو على هادي اللي كنا فيها، نحاولو نخدمو عليها، صدقو، دابا هادي قلتلك بين أن إف متصلة في نقطة أ تساوي صفر. اش غنجيب؟ حساب ليميت
عندما x يؤول صفر تا f دو x اش غادير؟ غادير ليميت عندما x يؤول صفر تا f دو x كتساوي ليميت عندما x يؤول صفر هاي f دو x جدر x زائد واحد ناقص واحد على x شافقي اش يساوي ليميت عندما x يؤول صفر هادي فاش غنضرب نعوض نعوض x نعوض بصفر صفر زائد واحد دابا صفر زائد واحد هي واحد جذر واحد هي واحد ناقص واحد صفر صفر في المقام ليصدق صفر على صفر هي شكل غير محدد يعني كادي تحاول تحيد هذا الشكل غير محدد تضرب فوق في المرافق حقاش عندك جذر غادي هي جذر اكس زائد واحد ناقص واحد المرافق تاع هادي شحال الى اعتبرت هادي او هادي هي جذر اكس زائد واحد زائد واحد على اكس عامل جذر اكس زائد واحد زائد واحد دابا هادي متطابقة هام ولات بان نضرب لها في المرافق ولات عندنا متطابقة هام هنا غتولي ليميت اكس كتقول زيرو تاعك هادي بحال قلت هادي متطابقة هام من الدرجة الثالثة كتبها ليكم ا ناقص بي عامل ا زائد بي هي ا او كاري ناقص بي او كاري هادي شحال هادي تولي هي جذر اكس زائد واحد او كاري ناقص واحد او كاري ناقص واحد او كاري هي واحد صافي السلام عليكم ما نديرهاش علاش على اكس عامل جذر مربع اكس زائد واحد زائد واحد ما درت والو فقط كتبت هاد اوكار تاع يدك الجذر غتبقى ليميت اكس يؤول صفر اكس زائد واحد ناقص واحد على اكس عامل جذر مربع اكس زائد واحد زائد واحد واحد ناقص واحد هي زيرو غتبقى ليميت اكس على اكس عامل جذر مربع اكس زائد واحد زائد واحد زاد القوس اكس هي اوزا اكس غيتختزل مع الاكس هاد اكس شحال بزاف حدا واحد واحد مخبي لعب قاش قاش يعني اكس في واحد غتولي ليميت لما اكس يؤول صفر تاع واحد على جذر مربع اكس زائد واحد زائد واحد غنعوض اكس بزيرو اش غتولي زيرو زائد واحد 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 زائد واحد جوج غتولي واحد على جوج شوف اف ديال زيرو شحال ناقص واحد على جوج والليميت شحال واحد على جوج اذا في الاخر اش غتقول غتقول اذا الليميت تاع هادي كامله اش غتساوي واحد على جوج السلام عليكم ياك تافقي وحيث ان وتاثر علينا الفرض كي قلت لك اف تاع زيرو تساوي واحد على ناقص واحد على جوج فإن ليميت عندما x يؤول صفر تاع f دو x كيخالف f ديال زيرو تافقين وبالتالي f غير متصلة في النقطة صفر دابا نورمال مون خصني تقولك بين خاصني السؤال خصني نقولك هل الدالة f متصلة ولا لا هل الدالة f متصلة في الصفر ولا لا ا كيساوي صفر ولا لا بحال دابا عطاتنا f غير متصلة في النقطة ا تساوي صفر تابقي دابا غنحاول ندوز لكم تمرين اخر ركزوا معايا دابا امسح السبوره باش تحاول تخدم معاكم التمرين هذا
عطيتكم دالة هاي كتبان لكم اف دو اكس كتساوي اكس اس 3 ناقص 8 على اكس ناقص 2 بحيث اكس تخالف جوج من عطيتك اف تاع جوج كتساوي 12. سؤالي هنا قلت لك بين ان اف montrer que f est continue montre cela qui n'octati it n'a tout ça aujourd'hui qui a dit limite le x est où it n'a que f de x. Salam alaikum. Alors, le coup de l'autre, c'est bon. Et la limite x qui est juste f de x qui c'est limite x qui est it n'a qui f de x hi x ou c'est le temps semaine il y a la x n'a pas joué elle devait la outil x juge je retourne jour ou slèche n'a pas semaine elle est juge n'a pas joué je n'ai pas jugé ça je slèche j'ai une ناقص نيستك زيرو على زيرو يعني شكل غير محدد يعني فكروا معي كيفاش غتحدو كيفاش غتحيدو هاد الشكل غير محدد هاد 8 ما كتبانش كي جوج اس 3 كتبان لك هاي ليميت اكس يؤول 2 اكس اس 3 ناقص 2 اس 3 اكس ناقص 2 هادي ماشي متطابقة من الدرجة الثالثة كتبان لكم هاي A أس 3 ناقص B أس 3 كتساوي A ناقص B عامل A كاري زائد AB زائد B كاري عافاكم حفظوها نطبقوها هنا غاشطك ليميت X يؤول 2 تاعك غاشطك X ناقص 2 عامل X أو كاري شوف A هي X B هي جوج او كاري يعني اكس او كاري زائد ا بي يعني اكس في جوج هي جوج اكس زائد اثنان او كاري علاش على اكس ناقص جوج اش غتساوي هاي ليميت اكس يؤول اثنان هاد اكس ناقص جوج غتختلف مع اكس ناقص جوج هنا اش غتبقى اكس او كاري زائد جوج اكس زائد ربعة غنعوض دابا اكس جوج غتولي او كاري زائد جوج جوج زائد ربعة او كاري شحال ربعة جوج ربعة غتولي ربعة زائد ربعة زائد ربعة ربعة زائد ربعة شحال تمنية زائد ربعة هي 12 افزي شحال عندك 12 هي ندير ولدينا غادي تسمحوا لي انا ومنه السجاج ليميت بحيث اكس تساوي 2 تاع اف دو اكس تساوي 12 وتاثر علينا الفرق. السلام عليكم ياك هذيك ساعه دير ولدينا اف تاع جوج كتساوي 12 اذا اف متصله يعني كونتيني في النقطه يعني او بوان جوج صاف دابا غندوز ليكم مثال واحد اخر صنتو مساحة السبورة ندوز ليكم مثال واحد اخر صنتو ليا فهاد المثال عطيتك اف دو اكس تساوي اكس او كاري ناقص تساوي لتحت هاي اكس خصها تخالف لك 3 هنا وعطاك جدر مربع اكس زائد واحد ناقص جوج وعطيتك اف تساوي 3 تساوي 4
سؤالي دابا شنو هو السؤال؟ قلت لك هل اف متصلة في النقطة، يعني est-ce que f est continu au point 3 a تساوي 3 اللي هي اش غدير؟ غنطبقوا القاعدة، غنديروا لدينا ياك ليميت لما x يؤول 3 تا f دو x، نحولي تا f دو x ماذا تساوي؟ ليميت x يؤول 3 هاي f دو x. J'ai donc mon appel x زائد 1 ناقص 2 على x au carré ناقص 2. غنعوض دابا 3 au carré 9 ناقص 2 تعطيني 0 في المقام. 3 زائد 1 4 جد 4 هي جوج، جوج ناقص جوج 0 0 على 0 شكل غير محدد فورم انديتيرميني. كادي تحاول تحدد تحيد هذا الشكل غير المحدد، يعني تحيدو تخلص منه. كي غدير؟ غتحاول تضرب هذيك المرافق. الطريقة اللي كاين غتولي تعطيك ليميت اكس يؤول 3، شنو هو المرافق تاعها؟ هو جدر اكس زائد 1 ناقص 2 عامل جدر اكس زائد 1 زائد 2. دابا انا مكنش شتو كنضرب، خاصني نضرب في المرافق ونقسم عليه، يعني غتبقى هنا اكس او كاري ناقص 9 ولكن اقواس قوس جدر مربع اكس زائد 1 زائد 2. هذه متطابقة هنا أ ناقص بي أ زائد بي، غتولي ليميت إكس كتؤول 3 جدر مربع إكس زائد 1 أو كاري ناقص 2 أو كاري إكس أو كاري ناقص 9 جدر مربع إكس زائد 1 زائد 2. هذه شحال هادي؟ هي إكس زائد 1 غتولي ليميت إكس كتؤول 3 إكس زائد 1 أو كاري، حيد لك جدا أو كاري شحال؟ هي 4 ناقص 4 على إكس أو كاري ناقص 9 عامل جدا مربع إكس زائد 1 زائد 2. ما درت حتى بوالو، واحد ناقص ثلاثة واحد ناقص ربعة هي ناقص ثلاثة. غنستك ليميت إكس ناقص ثلاثة إكس أو كاري ناقص تسعود علاش؟ عامله جدر مربع إكس زائد واحد زائد جوج حيث إكس يؤول ثلاثة تعقل. دابا أنا باقي الشكل غير محدد، علاش؟ لحقاش باقي ما درتيش الشخصية زاد، باقي ما درتيش الشخصية زاد لحد دابا، راك فقط ضربتها في المرافق ما درتش الشخصي زاد. نعوضو 3 ناقص 3 0 3 او كاري 9 ناقص 3 ناقص 9 0 صنتو 3 ناقص 3 0 3 او كاري 9 ناقص 9 0 عطاك لنا 0 0 عطاك لنا 0 هاي 0. 3 زائد 1 4 جد 4 شحال؟ 2 2 زائد 2 هي 4 0 في 4 هي 0 فوق عطاني 0 0 على 0 راه باقي شكل غير محدد. إذا مديش كتب لك إكس أو كاري ناقص 9 ماشي عبارة عن متطابقة هامة إيدونتيتي غوماركابل. هاد 9 ماشي هي 3 أو كاري؟ ها هادي هي 3 أو كاري هاي ياك؟ أش غتولي؟ ليميت إكس يؤول 3 x ناقص 3 على x ناقص 3 عامل x زائد 3. نعاود نكتب لكم المتطابق الهام a ناقص b عامل a زائد b هي a او كاري ناقص b او كاري. هاي عندي a او كاري ناقص b او كاري هي a ناقص b عامل a زائد، وخاصني نكتبها بصح هادي باش تحاول تكتبها لكم هنا. خط كسري عامل جدر مربع x زائد 1 زائد 2. السلام عليكم. مسحت هادي، دابا اش غندير؟ غتختزل هادي مع هادي، اش غتبقى؟ غتبقى ليميت ياك اكس كتؤول 3 تاع اش غتبقى في بلاصتي؟ غتبقى في بلاصه واحد واحد مخبي لها عطاش قاش طر هنا كاين في واحد ها واحد على اكس زائد 3 عامل جدر مربع اكس زائد 1
زائد اثنان نعوض دابا 3 زائد 3 شحال 6 هاي 1 على 6 فاش جدر 3 زائد 1 هي جدر 4 ياك غتولي بحق جدر 4 زائد جوج جدر 4 هي جوج جوج زائد جوج شحال هي 4 يعني 6 في 4 شحال 6 في 4 يعني 1 1 على 24 إذن اش غتنتج غندير إذن ليميت بحيث إكس تساوي 3 تاع إف دو إكس هاكا تساوي 1 على 24 نقطعو نهار الإمتحان نهار الإمتحان سواء الفرد سواء الإمتحان الوطني متافقين دابا غنحاول بصح الصبورة باش نحاول نكمل ليكم دابا إف دو 3 شحال هي 4 كدير وحيث أن إف تاع 3 تساوي 4 فإن ليميت لما إكس يؤول 3 تاع إف دو إكس تخالف إف تاع 3 ومنه إف غير متصلة في النقطة 3 صافي وتسالي متافقين ولا لا متافقين المهم بهاد الحصة غنكتشف معاكم بهاد القدر هدا في الحصة المقبلة ان شاء الله غنحاول ندوز ليكم الامثلة التطبيقية عاوتاني نكملو معاكم وموراها غندوز ليكم اتصال اليمين وعلى اليسار ان شاء الله يلا نخليكم دابا في امان الله.